بونجور سامو، بأول سوبر سبيد عملت نتيجة مركز تاني، شو محضرنا لليوم؟ اليوم بعتقد السيارة أحسن، كان عنا هيك مشكلة صغيرة بعتقد خلصنا منها. سبق اليوم بكفر شيما حلو كتير، في جمهور كتير كبير، التنظيم كتير حلو، انتو يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله خير اليوم، إن شاء الله الجميع يعملوا نتيجة حلوة ينبسطوا. ميرسي. شكر جراج فادي الراعي اللي حضر السيارة، جيلبير ياغي لمحله فيليكس تاير زون، وشاشة شهيد يوسف بادي وورك للسيارة. ميرسي كتير، ميرسي، يعطيكم العافية. زي ما تسمى دور النادي محمد العاصي.